ولنقاش ملف النفوذ الإيراني في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال دليمي. أهلا بكم دكتور. السلام، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. وعليكم السلام ورحمة الله وأنتم بألف خير دكتور. كانت مجلة فورين أفيرز الأمريكية تحدثت عن فرضية تجريد إيران من أدواتها في العراق، وهذه الأدوات تتمثل في الميليشيات الموالية لها. ما مدى إمكانية تحقيق هذه الفرضية بناء على المعطيات الموجودة في الواقع الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الواقع العراقي منذ الاحتلال الأمريكي في عام 2003 ولحد الآن يشير إلى أن كل ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية من معلومات دقيقة عن التمحور الإيراني هو صحيح، ولكن من الذي أعطاها هذا الدور ومن دعمها ولا زال يدعمها لحد هذه اللحظة؟ المسألة الأخرى، مسألة أنه لماذا إيران تحديدا وليس غيرها، لأن إيران تشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية بأهداف عديدة وأصحاب مشروع واحد على المنطقة العربية، والعراق هو على رأس هذه القائمة، لأن إيران تطمح باستعادة ما يسمى الإمبراطورية الفارسية على حساب العرب والمسلمين، واتجاهها دائما نحو العرب، وكل أدبياتها تشير بهذا العداء الواضح للعروبة وللإسلام. فبالتالي اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية عمليا على هذا الدور منذ 79، منذ مجيء استبدال الشاه بخميني ولحد الآن، نلاحظ أن هذا التوجه قائم عمليا بالتخريب الفكري والسياسي وما إلى ذلك. بعد الاحتلال أصبح النفوذ الإيراني واضح جدا، وخاصة في عهد أوباما، حيث تم تسليم الأمور بشكل واضح للجانب الإيراني وبدعم كبير لإنشاء هذه الميليشيات التابعة لإيران، لخلق ما يسمى الدولة العميقة داخل العراق، والتي تسيطر على القرار السياسي وتسهل عمليات الفساد وعمليات الارتباط بإيران مباشرة. وإلا كيف تفسر الولايات المتحدة الأمريكية وجود ما يسمى ضباط الدمج بالجيش العراقي وقوات الأمن وما إلى ذلك، الذين لا يفقهون في العسكرية شيئا وليس لديهم مؤهلات العسكري بشكله النظامي في كل دول العالم. نعم. الميليشيات التي الآن تريد أمريكا إعلاميا أن تجرد إيران منها هي التي دعمتها وهي التي سلحتها، وكل الأسلحة التي تصل إلى ما يسمى بين هلالين الحكومة العراقية هي تكون بيد الميليشيات قبل ما تكون بيد القوات المسلحة التي أصبحت لا حول لها ولا قوة بأفضل حالاتها، وهي الآن تقاد من قبل الحاشد. إذن التغول الإيراني واضح، التعويل على المشروع الأمريكي بأنه هناك قص أجنحة إيران بعد 17 سنة من التوغل والتغول الإيراني في كل مفاصل الدولة العراقية، بحيث أصبح وزير يتحدث بكل صراحة على أن السفير الإيراني، وبالمقابلة مع أحد القنوات الفضائية، بأنه السفير الإيراني يقول له إذا أردت أن تبقى في مكانك لأربع سنوات أخرى عليك أن تسهل لنا كذا وكذا وكذا، وهذا ما أعلنه هو والكلام على ذمته. إذا نحن أمام وجود إيراني في كل مفصل من مفاصل الدولة العراقية، وهناك سلاح إيراني، بل هناك من يحتفلون بالانتصارات الإيرانية على الجيش العراقي وهم على أرض العراق ويتغاضون رواتب من ما يسمى وزارة الدفاع العراقية. أي استخفاف هذا الذي يجعل المواطن العراقي الآن يشعر بأنه هو قيد الاحتلال الإيراني المباشر، ولهذا خرج ثوار تشرين، ولهذا خرج العراقيون الآن ينددون بهذا الدور الذي أصبح مجا ولا يمكن أن يتحمله المواطن العادي الذي يعاني من الجوع ومن الفقر. وكل موارد العراق عطلت الصناعة، عطلت الزراعة، تحرق المحاصيل الزراعية، الحنطة وغيرها، لكي نستورد القمح من إيران ومن غيرها. نعم. كل الصادراتنا من إيران، رغم أنه كل العالم وقفت تعاملها مع الدول الأكثر وباء
والاكثر اصابه، لكن نحن حتى الحدود لم تغلق. اذا اكثر من هذا الوضوح في الوجود الايراني في المفاصل العراقيه، ماذا يسميه العالم؟ احنا نعيش حاله من الازدواجيه في عمليات التمني حقيقه. نعم. انه هناك عداء امريكيا ايرانيا وهذا لم يحصل. في هذا السياق دكتور هلال، هنالك اتهامات لمصطفى الكاظمي بالولاء لأمريكا وأنه رجل أمريكا في العراق. جدل كبير حصل حول منصب رئيس الوزراء قبل تشكيل هذه الحكومة المنقوصة إن صح القول. إلى أي مدى ترى أن كان هنالك إمكانية لتسمية مصطفى الكاظمي بدون موافقة ما يعرف بالبيت السياسي الشيعي وسياسة المحاصصة ومبدأ المحاصصة في تصويت على هذه الحكومة؟ قبل أن ينصب الكاظمي أيا كان انتمائه، المزدوج الأمريكي البريطاني الصهيوني الإيراني، هو ذهب لكي يأخذ الموافقة من الجانب الإيراني بنفسه، وهو ولاؤه مزدوج. لا ننسى أنه ذهب بشكل واضح، أنه أول عمل قام به هو زيارة الميليشيات الحشد، وابتدى ما يسمى سترة الحشد الذي أعلن قبل أن تنصيبه بأنه سوف يحصر السلاح بيد الدولة، وهذه أول كذبة حقيقة، وأول وعد يخلفه بشكل صريح وواضح. إيران هي التي جعلت من الكاظمي في منصبه، ولن يتخلى ولن يستطيع أن يتخلى حقيقة عن الوعود التي قطعها لإيران ولميليشيات إيران داخل العراق ولأحزاب إيران. أما قضية المحاصصة، فهو الدستور العراقي الذي كتبه نوح فليدمان وصادق عليه الشركاء الجريمة في العراق هو مبني على المحاصصة. يعني لماذا يكون رئيس الوزراء من البيت الشيعي؟ لماذا لم يكن كرديا؟ أو لماذا يكون من الجهات الأخرى إذا كان الموضوع عراقيا؟ هم يتحدثون عن أنه نتجاوز ونتحاور هذا التشكيل عابر للطائفية، وهذا الكلام كله بحث على الذقون، لأنه أصل التكليف من رئيس الجمهورية يأتي إلى ما يسمى الكتلة الأكبر. إذا رجعنا للمحاصصة ورجعنا للبيع ورجعنا إلى مثلث هذا لي وهذا لك، وعلى هذه الشاكلة الفساد أصبح الآن معلن. يعني لا توجد دولة بالعالم فيها الفساد بشكل واضح ومعلن من أعلى جهة يتحدث بها البرلماني ويسمعها الشعب العراقي ويسمعها القضاء الذي لا أدري كيف سيواجهون رب العزة، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاضي في الجنة. لا أعرف من الذي سيحرك هذا الكم الهائل من بحر الغضب العراقي عندما يجتاح المواطن العراقي الفقير الذي أصبح حقيقة معدما من كل شيء. نعم. الآن الشهداء الذين سقطوا في المظاهرات، مؤلم أن تجد آبائهم يقفون أمام صورهم في العيد ويناشدونهم، لكن هؤلاء أين دماؤهم؟ ألم يعد الكاظمي وغيره بأنه سيحاسب قتلتهم؟ هو كرم القتلة ومدحهم على إنجازاتهم للعراق وخرجوا من العراق بما خرجوا. إذا هذا الموضوع يحتاج إلى 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 رأي جمعي من الشعب العراقي، وأن يكون هناك رأي حقيقة فيصل، لأنه الشعب هو مصدر السلطات، ولا نعول على أحد، لا نعول على أحد، لا على إيران ولا على أمريكا ولا على أي دولة أخرى، نعول على إرادة شعب العراق بالتخلص من طغمة الفاسدين، وأعتقد أنه هذا هو الحل الأمثل بدل من التمني. وإذا ساعدتنا دول العالم على أن نكون أحرار، فنشكر من يقف مع الحق وننكر من يقف ونستنكر من يقف مع الباطل. واحنا 17 سنة ندفع دماء وندفع أموال وندفع، البلد أصبح خاليا من كل شيء، لا يستطيع دفع حتى الرواتب. يعني الآن اللي راتبه 20 مليون و18 مليون و12 مليون وهو لا يفقه شيء، يأتي ليقطع راتب الموظف البسيط اللي راتبه 600 ألف أو يحرم المتقاعدين
أي إجحاف هذا؟ والآن يصرح الكاظمي بأنه الخزينة فارغة، طبعا الخزينة فارغة لأن أنتم جئتوا بالمفسدين وأكرمتوا المفسدين، ولا تزال عملية الفساد والبيع والشراء قائمة. الكاظمي لم يأتي من خارج العملية السياسية، ولم يأتي من أتى من نفس القدر الفاسد. شكراً. الذي أكلنا منه منذ 17 سنة ولحد الآن. شكراً جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي دكتور هلال دليمي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.